بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الآن ننتقل إلى مرحلة جديدة في شرح قواعد البيانات، إلى مرحلة الريبورتس. هنفتح دلوقتي الملف القديم بتاعنا اللي هو فون وقائع بيانات اللي كنا صممناه، وكنا وصلنا ان احنا بنوصل ان هو بيجيب لي الشيء دي على طول المستخدم، وعرفنا لو انا كمصمم عايز اخش ادخل اعدل فيها هقفل وادوس اف 11 جابها لي. طبعا عشان ما اقعدش اعمل كده كل مره، انا هاجي اخش على ستارت اب وافتح الشاشه دي مره تانية، بحيث ان انا مش كل مره هيبدا يجيب لي، وممكن الغي دي كمان. احنا عرفنا ازاي نعملها، دي هنظبطها في النهايه خالص ان شاء الله في نهايه البرنامج. هنخش دلوقتي على الريبورتس. ممكن اكون عايز اعمل ريبورتس لكل حاجه. عايز اعمل ريبورتس مثلا للمدن، هاجي اقول له نيو. انا عايز للمحافظات الاول جفرن انفو، عايزينها ريبورت ويزرد. اوكي، عايز تحط ايه؟ عايزين نحط الاثنين فيلدز بتوعنا، رقم محافظه واسم المحافظه. هل احنا عايزين نعمل جروبنج دي؟ يمكن هتفيدنا، هنشوفها شويه في المره الجايه ان شاء الله. نقول نيكست. هل عايز تعمل سورتنج؟ ممكن عايز يعمل سورتنج باسماء المحافظات، يعني بالجفرن اي دي ولا باسماء هوم؟ بالجفرن اي دي. نيكست. هل انت عايز، احنا دوسنا نيكست مرتين، هل انت عايز شكل يكون كولومر ولا تيبولر ولا جستيفايد؟ لا تيبولر كويس. الصفحه عايزها بورتريت ولا لاندسكيب؟ ماشي، هنقول نيكست. الشكل بتاعك، شكل الكتابه، ماشي نيكست. اسم الريبورت هيبقى جفرن انفو، ممكن نكتب له ريبورت ار بي تي كده عشان بس نميز ما بينه وما بين التاني. نقول له فينش، راح موريني ادي شكل الريبورت بتاعنا، جفرن انفو ريبورت ورقم المحافظة واسم المحافظة. طبعا ممكن انا ابدا اخش اعدل اللي انا عايز اعدله، يعني العملية بسيطة ان انا هنا ممكن اسمي ده، اعيد تسميته بالعربي، اسماء المحافظات، وممكن اوسطنه شوية واضيق الحتة المخصصة دي، واجي هنا رقم المحافظة واسم المحافظة اوسطنهم برضو، واخد الاثنين دول وادخلهم في نص الصفحة بدل ما هما في جنب الصفحة كده. وممكن ان انا بقى اجي اخد الاثنين دول وابدا ان انا ازود الهايت بتاعهم شويه زي ما اتعودنا، ونخلي الطوب بتاعهم بزيرو، ونقفل عليهم. لو جينا نبص كده على البريفيو هنلاقي رقم المحافظه واسم المحافظه. طب انا عايز جدول، لو انا عايز جدول، طبعا بسهوله جدا ان انا ممكن ان انا ابدا اعمل لهم، اخلي البوردر بتاعهم ما هواش، لو جينا نزلنا تحت كده نشوف البوردر ستايل بتاعهم ترانسبيرنت، لا انا مش عايز ترانسبيرنت، انا عايزه سوليد. والتاني ده كمان عايزين البوردر بتاعه يكون سوليد. وهنا حتى بيسالني على الويدث بتاعه، يعني زين تخين رفيع، ماشي تخين شويه 2 بوينت، وده برضه نخليه 2 بوينت. لو جينا بصينا على المنظر بتاعنا البريفيو، هل ان هو طلع لي رقم المحافظه واسم المحافظه، ممكن ان احنا نوسطنهم عادي خالص. يبقى انا كده عملت تيبل في اسماء المحافظات، وكلمه اسماء متاكد منها حته ممكن انا اوسعها شويه ووسطنا هي كمان ونحفظ. واضح ان اسماء المحافظات، ومديني شاشه ومديني تحت التاريخ وكم صفحه من كام صفحه. ودي طبعا بتظهر، دي فانكشنز موجوده عنده، ان هو بيقول له بيج يعني التايتل ده، والتايتل ده بيديله التاريخ بتاع النهارده والعدد الصفحات الكلي. اوكي، طب تعالوا نعمل ريبورت تاني كده، هنقول له نيو. هنعمل بقى لاسماء المدن، وهنيجي برضو ريبورت ويزرد. اوكي،
هننزل كلهم نيكست. نيجي هنا في الجروب، هل عايزين نعمل جروب؟ اه نعمل جروب، نعمل جروب للمحافظة بحيث يبقى المحافظة الفلانية المدن بتاعتها وارقامها كذا. نيكست. عايزين نرتبهم، اه نرتبهم حسب السيتي اي دي للسيتي نيم مثلا. وممكن نعمل كذا اوردر، يعني نقول له هنا سيتي نيم، اذا تساوي سيتي نيم يبقى كذا. نيكست. عايزينه بقى بانهي نوع، ستيبت ولا بلوك ولا اوتلاين، حسب ما احنا عايزين. ممكن نخليه ستيبت ونتفرج ونشوف ان شاء الله. نيكست. نيكست. هنقول له فينيش. اه نشوف هو عمل ايه. رقم المدينة 1، اسم المدينة زازي. طبعا هو هنا قال شوية ادي الجفرم اي دي اهو 1 اللي هي محافظة نمبر 1 اللي هي نيكست الشرقية، وهنا اسم المدينة ورقم المدينة، وكل ده تبع الايه الواحد. طبعا انا ممكن ان انا اظبط الشغل بتاعي ان انا دلوقتي في عندي مش عايز رقم المدينة، انا عايز اسم المدينة. بسهولة جدا لو دخلنا في الريبورت، في الداتا بتاعت الريبورت، وهنبدأ نعمل كويري علشان نجيب ال هنا جايب السيتي انفو بس، لا انا عايز احط له كمان مين، الجوفرن انفو، بحيث ان انا بحتاج زي ما قلنا السيتي اي دي لو احنا عايزينها، والسيتي نيم والجوفرن نيم. هنحفظ الكويري ده وهندوس انتر. هنيجي هنا بقى، ده مش هيبقى الجوفرن اي دي، لا ده هنعدله في البروبرتيز، الداتا بتاعته مش تبقى جوفرن اي دي، ده هتبقى الجوفرن نيم. ممكن طبعا نعدل التايتل اللي فوق، نخلي دي اسم محافظه. وان وسطا كل حاجه نحفظ ونشوف. طبعا هنا عامل جروبنج على الجوفرن اي دي، ودي هنشوفها شويه مع بعض. ان انا هنا لو ضغطت كليك يمين في عندي حاجه اسمها سورتنج اند جروبنج، سورتنج اند جروبنج، انا هنا عامل جروبنج على مين؟ على الجوفرن اي دي. فانا هنا محتاج ان انا الجوفرن اي دي يكون موجود، فهرجع تاني على الداتا بتاعت الريبورت وانزل كمان الجوفرن اي دي. يعني لازم الجوفرن اي دي يكون موجود عشان هو بيعمل جروبنج عليه، زي ما انا في التوصيف الاولاني كنت قلت له. نحفظ ونشوف كده. راح قايل الشرقية الزقازيق بالبيس فاقوس من جنب القاهرة كذا، الأهلية كذا، الإسماعيلية كذا. هو كده الراجل جاب لي المحافظات اللي بتاعتي وأسماء المدن. طبعا بسهولة جدا ممكن نحن بقى نعمل التسطيرة والبوردر وظبطة كل الحاجات دي. طبعا ممكن انا برضو ابدا اعمل ريبورتس لبقيه الحاجات زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي ان شاء الله. هنقول له نيو للبيرسون انفو، عايزين في الويزرد نرتب الاشخاص تبع ارقامهم. نجيب له رقم الشخص واسم الشخص وعمل الشخص وعنوان العمل ورقم المدينه. طبعا رقم المدينه ده زي ما قلنا مش ايه، مش هينفعنا قوي، فاحنا هنيجي هنا نحاول نضيق شويه في ال عندنا الخط ده مش راضي يتحرك. هنختار اللي فوق وعن طريق الشيفت بنختار اتنين مع بعض، يعني اخترت اول واحد بالكليك الشمال والتاني بختاره عن طريق الشيفت. طبعا عمل الشخص دي ممكن يضايقه شويه، وعنوان العمل ندخله كده شويه. هنا بقى رقم المدينه، دي مش تبقى رقم المدينه، هنستبدلها ونخليها اسم المدينه، نوسعها شوية. وندخلها ناحية اليمين. وتحتيها بقى انا مش عايز السيتي اي دي، لا ده انا عايز اسم المدينة
والمحافظة كمان. تعالى نعملها بصورة جديدة شوية ونشوف. هنخش هنا على الداتا بتاعت الريبورت، وداتا طبعا هنا هي عبارة عن تيبل واحد، تقول انت عايز تعمل كريت لكويري. عايز اعمل كريت لكويري. انا عندي البيرسون انفو، ممكن اجي هنا انزل السيتي انفو والجوفرن انفو. هنزل من هنا كل حاجة في البيرسون انفو، وهنزل من هنا السيتي نيم والجوفرن نيم. وفي حتة لو جينا بصينا هنا كده طبعا ممكن من هنا من فيو نشوف الريكورد الكويري ده بيجي لنا ايه. عاطف عراقي، مدرس كلية هندسة، رقم مدينة 2، اسم المدينة بالبيس الشرقية، احنا الظاهر كنا غيرناها واحنا شغالين في الحاجات في الفورمس، ثروة صقر زي الشرقية وهكذا. طيب لو جينا نشوف دلوقتي ازاي نظبط نخلي السيتي نيم والجوفرن نيم في نفس الفيلد. يعني هنا في عمود الاسم المدينة وعمود الاسم المحافظة، انا عايز اتنين يظهروا جنب بعض في عمود واحد. ممكن بسهولة جدا ان احنا نجيبها من لو دخلنا مع بعض على البيلت اللي احنا كنا كلامنا من شوية، ودخلنا على التيبل بتاع السيتي انفو وقلنا له عايزين السيتي نيم، هنلاقيها عطلنا في صورة قوسين معكوفين وبينهم علامة تعجب. لو خدناها كوبي او قلنا له اوكي حتى حطهن هنا، يبقى واضح ان هو دلوقتي بيكتب اسم التيبل وثم اسم الفورم الاثنين بين قوسين معكوفين. هاخدها قط من هنا واجي هنا هقول له نوسع الحته دي شويه عشان نشوفها. يبقى انا هنا قلت له ان السيتي نيم، هاجي اعمل نفس القصه في البيلد بتاع التيبل بتاع الجوفرن نيم. هاخدها برضو وهطلع هنا واقول له زائد شرطة، عايزين نفصل بشرطة من بين اسم المدينة واسم البلد. تعالوا كده نشوف كده في الفورم بتاعتنا. واضح ان هو هنا يظهر لي بربيس الشرقية زي زي الشرقية المنصورة الدقهلية. يبقى كده اكسبريشن 1 ده ممكن طبعا اغير هو بيدي اكسبريشن ده من عنده، ممكن اسميه سيتي جوفرن بحيث ان سيتي جافرن ده متخزن فيه اسم المدينه واسم المحافظه. هنقفل هنحفظ طبعا وندوس انتر. نيجي هنا بقى ده مش هيبقى سيتي اي دي، امال هيبقى ايه؟ هيبقى السيتي جافرن اللي انا لسه موصفه معانا. تعال نشوف كده الفورم الريبورت دي. هنا قال لي واحد اتفرق مدرس كليه الهندسه بالبس الشرقيه، اثنين ثروه سكر مدرس كليه الهندسه الزقازيق الشرقيه، وحسب كل واحد. وممكن طبعا ابدا انا اضيق او اصغر الحجم بتاع الفونتس علشان تبدا تيجي، واوسع في لاين موجود هنا تحت لو احنا شايفينه اوسعه شويه وقفلوا دي. وممكن انا طبعا زي ما احنا عرفنا ان احنا نخلي دول كلهم ليهم بوردر، وممكن عن طريق بقى الليفت والرايت والحاجات دي ابدا ان انا اظبط اخليهم متلاصقين مع بعض، مفيش بينهم مسافات، يعني يبقوا في صوره تيبل. هنيجي هنا في البوردر هنقول له ان هو سوليد والسايز بتاعه 2. تعال نشوف كده، واضح ان هو شكله مش ايه مش ظريف. هنخلي واحد ونلزقهم في بعض. طب ازاي هنلزقهم في بعض؟ نشوفها برضه نعملها بسرعه. هنختار دول كلهم ما دام ديهم خاصيه واحده، وهنقول له خليهم واحد بس. ممكن نيجي هنا نخلي كلهم الطب بتاعهم بزيرو، بحيث نلزقهم فوق ونبدا ناخد واحد واحد ونديله ويتس وليفت. يعني اول واحد ده هنيجي هنا نقول له الليفت بتاعنا زيرو والويتس بتاعك خليه 3 او 3.2. اللي بعديه ده بقى هيبقى الليفت بتاعه، هيبقى الليفت بتاعه ب 3.2 والويتس بتاعه يبقى ب 3 مثلا. وطبعا ممكن نكون ناخد الاثنين مع بعض، يعني ممكن ناخد ده واللي فوق بحيث يبقى الاثنين ماشيين مع نفس الايه. ممكن ناخد ده وده
ونقول له ان الاثنين دول الليفت بتاعهم بزيرو والويتس بتاعهم ب 3.2، ناخد ده وده ونقول له ان الليفت بتاعهم ب 3.2 والويتس بتاعهم لو نفتكر كان ب 2.2 او كان ب 3. عمل الشخص هنيجي برضو نختاره، نفتكر اللي فات ده كان الليفت بتاعه ب 3.2 والويتس ب 3، يبقى اللي بعد كده المفروض يبقى كام؟ يبقى 6.2. يبقى هنيجي هنا نديله الليفت ده ب 6.2 والويتس بتاعنا ب 2.5 مثلا، 2.5 مع 6.2 المفروض هتوصلني الى 8.7. يبقى ده وده المفروض الليفت بتاعهم هيبقى 8.7 والويتس بتاعهم نكبر شويه لان ده فيه القسم هنخليه 4.3 عشان نكمل العدد الصحيح. يبقى هنا 4.3 مع او 5.3 عشان تكبر شويه، هنلاقي ان مجموع الاثنين دول بقى عباره عن 14. يبقى الاخ ده والاخ ده المفروض ان هم الليفت بتاعهم 14 والويث بتاعهم هيبقى 1 كفايه جدا. ويبقى احنا كده او نخليه 2 علشان العنوان بتاع رقم الشخص يظهر. هنبدا طبعا نوسطن كل الكلام ده، الفيلدز اللي تحت كلها هنديها نفس الهايت لكم 0.6. تعالوا نقفل كده نحفظ الملف الريبورت بتاعنا ونشوف، هنلاقي فيه هنا ظاهر اللي هو رقم الشخص واسم الشخص وعمل، وممكن اصغر طبعا الفونتس اللي فوق واقلل شويه في العرض بحيث ما يتاكلش حاجه من العنوان بتاعنا. ممكن ناخد دول كلهم كده ونزحزحهم جهه اليمين سنه بحيث ان انا يبقى ايه شبه متوسطنه عندي الريبورت بتاعي. وممكن طبعا اغير اسم الريبورت اخليه بيانات الاشخاص. وسطنه في الصفحة بتاعتنا. يبقى انا كده عملت ريبورت للبيرسون انفو. وطبعا المفروض بقى ان انا هبدأ اظبط بقية الريبورتس على نفس المنوال. زي ما هنعمل دلوقتي بسرعة. هنقول نيو، مش هنعتني بقى شويه بالايه بالتظبيط. هنيجي في البيرسون الفون تايب انفو وهنقول له اعمله لنا تيبلر. اوكي هو عامله اهو، وعامله لاندسكيب ممكن انا اغيره اخليه بورتريت مش مشكله. هنحفظه باسم برضه فون تايب انفو. وهاجي هنا برضه طبعا اعمل ريبورت اخير للفون انفو، وده طبعا هو اللي بيهمنا في المقام الاول. وده طبعا هنبدا نعمله بالويزرد برضو بنفس الطريقه اللي احنا كنا عملناها. طبعا ده ممكن نحتاج الى لاندسكيب فيه لو عايزين نظهر فيه كل حاجه، يعني ممكن نعمله لاندسكيب ونظهر فيه بيانات الاشخاص وانواع التليفونات وكل حاجة. هنشوف مع بعض ان شاء الله. فينش واضح انه طبعا لان انا هنا ظاهر رقم الشخص ورقم نوع الهاتف. ممكن ان انا بقى ابدأ اخش على الديزاين بتاعي وعن طريق الداتا بتاعت الريبورت، عن طريق الداتا بتاعت الريبورت انزل كل حاجة انا محتاج اليها. يعني ممكن اجي من هنا ادوس هنا وانزل كل التيبلز بتاعتي بحيث ان انا عايز اظهر ايه. طبعا ممكن ايه الشبكه اللي قدامنا دي ان احنا نخفها شويه. انا محتاج اظهر ايه؟ محتاج اظهر اسم الشخص ووظيفته وشغال فين والمدينة اللي هو فيها والمحافظة. ممكن زي ما قلنا نعمل دول في نفس الحاجة، ودي ممكن نعملها بسهولة برضو من هنا
مش بايدينا يعني منفتح من ده بايدينا ممكن نعملها من هنا. ان انا اجي اقول له تيبلز السيتي انفو خد لنا السيتي نيم ونيجي هنا نقول له زائد زي ما عملنا هنا بالظبط زائد الجوفرن انفو الجوفرن نيم اوكي يبقى احنا كده عملنا حاجه جديده. وطبعا بيسميها زي ما قلنا اكسبريشن 1 ممكن هنسميها سيتي جوفر ممكن نجيبها كوبي بيست من هناك. محتاجين نوع التليفون ورقم التليفون. لو خرجنا من هنا ممكن بقى نبدا نوصف الكلام ده. طبعا هنحتاج ان احنا نعدل شويه في بعض الفيلدز الموجوده يعني ده كده فون تايب هنغير النوع بتاعه هيبقى الفون تايب نيم مش الفون تايب اي دي. ممكن ناخده هو اللي فوق ونوديهم هنا. هنا كان في رقم الشخص لا رقم الشخص ما عادش ينفعنا ممكن طبعا رقم الشخص هنا انا عايز اظهر بيانات الشخص وفي كذا بيان ليه. ممكن احنا ناخد كوبي وبيست من الكلام ده احنا عايزين كذا خانة لبيانات الاشخاص ممكن ناخد كوبي ونعمل بيست وناخد بالنا هو بيرمي البيست في الطرف الشمال خالص واروح جايبهم حاططهم هنا واعمل كمان مرة بيست واجيبهم هنا. نيجي نشوف بقى هنا احنا مش عايزين رقم الشخص هنا احنا عايزين العنوان بتاعه وطبعا ممكن ننزلهم بسهولة جدا طبعا من هنا برضو ممكن ننزله بسهولة جدا. طب تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده. نيجي هنا نقول بروبرتيز ده هل ده البيرسون اي دي؟ لا انا مش عايز البيرسون اي دي ما انا عايز ايه؟ عايز البيرسون جوب ادرس. وهنا انا مش عايز رقم الشخص انا عايز ايه؟ عايز البيرسون جوب. وهنا عايز البيرسون نيم البيرسون نيم بحيث ان انا كده تعالوا كده نشوف بس المنظر بسرعه كده. لو جينا نشوف المنظر بسرعه هنلاقي انه بيسالني على الفون اي دي لان طبعا وانا بعمل ايه الكويري بتاع وانا بعمل الكويري نسيت انزل الفون اي دي. ننزل من هنا الفون اي دي عشان هو موجود له مكان. لو جينا نبص كده هنلاقي ان هو بيسالني على الفون اي دي برضو مسلسل الهاتف مش مطلعه. هنرجع تاني نبص في الديزاين ونخش على الكويري بتاعنا هل الفون اي دي نازل هنا؟ لا احنا نزلنا البيرسون اي دي احنا غلطنا ونزلنا البيرسون اي دي احنا عايزين الفون اي دي من هنا. طبعا هنطلبه ليه؟ لان في حقل هنا او في بوكس عايز الفون اي دي. لو جينا نبص ونشوف هنلاقي ده المنظر بتاعنا ادي اسم الشخص وشغال في شغال ايه وشغال فين. طبعا ممكن ان احنا نلاقي ان الصفحه دي ممكن نجيبها بورتريت مش لاندسكيب وممكن نلغي خالص مسلسل الهاتف لانه طبعا مش هيهمني خالص للمستخدم ان هو يشوف رقم الهاتف وممكن اقربهم من بعض كده واكبر اللاين بتاعنا واجيب الكلام ده ناحية الشمال خالص وابدأ اشوف دلوقتي ان انا اضيق الريبورت بتاعي. طبعا هلاقي في تحت حاجة حجزاه مادام هو مرضيش ان هو يضيق هنا كده الحتة دي حجزاه شوية واللاين ده حجزه شوية برضو فبضيقه شوية وابدأ اجي من ناحية الشمال واضم الريبورت بتاعي. يبقى انا كده عملت ريبورت لو اتفرجنا عليه هيطلع منظره ظريف شويه. بس هنظبط التايتلز اللي فوق اسم الشخص ووظيفته وشغال فين ونوع الهاتف بتاعه ورقم الهاتف بتاعه. كده احنا شبه عملنا فورم ريبورتس ل كل التيبلز وكل البيانات اللي احنا محتاجينها. طبعا عشان نخش على الريبورتس دي المفروض نيجي في الفورمز على المين فورم كده في الديزاين وهنزود خانه سواء بقى ممكن نزود خانه وممكن نعرض ونخلي فيه خانتين يعني ممكن ان احنا نعمل فورم ثانيه زي دي. احنا نيجي هنا
ممكن نخرج من دي من غير ما نحفظ. وهنيجي هنا نعمل كوبي وبيست للفورم دي وهنسميها ريبورت فورمز ريبورت او ريبورت فورم. دي اللي بتحكم فيها في طباعة الفورم. ودي ناخد بالنا لو خدنا بالنا مع بعض لما ندوس هنا مش تبقى ادخال بقى هتبقى ايه بقى طباعة هتبقى طباعة اسماء المحافظات. ونيجي هنا برضو على دي هتبقى طباعة اسماء المدن طباعة اسماء الاشخاص طباعة اسم انواع طباعة انواع الهواتف هنخلي دي طباعة انواع الهواتف وهنا طباعة ارقام الهواتف. ودي مش تبقى خروج بقى تبقى رجوع بحيث ان هي ترجعني الى الشاشة الاصلية بتاعتنا. برضو محتاجين ان احنا نظبط الكود بتاع كل واحد من دول. احنا كنا في دين لو نفكر في الايفنت كنا بنقول له ايه كنا بنقول له دوكومنت اوبن فورم. لا احنا مش عايزين اوبن فورم احنا عايزين نفتح ايه نفتح ريبورتس لان احنا زي ما عرفنا عملنا ريبورتس. ممكن طبعا نخلي دي كلها باسم ريبورت في الاخر علشان نميز ما بينها وما بين التيبلز. لو جينا هنا بقى على هنا بقى ناخد بالنا هنيجي نقول له دوكوماند برضو دوت اوبن ريبورت باسم طبعا هيكون نفس الاسم اللي تحت بس الفرق كله انه هيكون هنا في ار بي تي. وممكن نخلي الريبورت برضو مودل بحيث ان هو ما يقدرش يخش عليه وبنفس الطريقة اللي احنا تبعناها في حالة الفورمز. يبقى دي هتبقى ريبورتس وممكن نجيبها من البيلدر عادي. نحن نفتح كويري زي ما اتفقنا ونقول له اوكي ونقفل ونيجي هنا نقول له بيلد بيلد ايه ريبورتس عايزين الاور ريبورتس عايزين الريبورت دي ونخلي الريبورت بتاعتنا نخلي الريبورت بتاعتنا تكون ظاهرة على طول. طبعا هنعدل ليها تبقى انواع الهواتف وهي تبقى دي طباعة ودي مش تبقى خروج هتبقى رجوع بحيث ان هي ترجعني للشاشة الاصل. وهنبقى نغير الكود الموجود عندنا لان زي احنا عارفين احنا كان في كل واحدة من دول كود بتفتح فورم. لا احنا هنا دلوقتي هنقول له دو كوماند دوت اوبن ريبورت واسم ريبورت زي ما احنا عارفين هو نفس الاسم اللي عندنا ده نرجع تاني على الايفنت الظاهر ان هو اتمسح هنيجي هنا على طباعة اسماء وزي ما قلنا هناخد كوبي فوق بس هتبقى دي دوكوماند دوت اوبن ريبورت والريبورت هو نفس اسم الفورم بس في الاخر زي ما قلنا بنخلي فيه كلمة ار بي تي ومفيش مودل. نفس الكلام هنعمله في بقية البوتونز ايه طبعا الكويت اذا نشبك كويت هنشوف هتبقى ايه الكويت دي مكانها ده رجوع مش خروج فالمفروض ان هي تبقى يفتح الشاشة الفورم بتاعت مين فورم ويخليها مودل. هنا طبعا هنبدأ كل نغير اسماء الفورمز بتاعتنا تبقى ريبورتس يعني بدل ما هي كانت فورم اسمها فون انفو لا هتبقى فون انفو ريبورت بدل فون انفو فورم. وهنا برضو الفون تايبس هنشيل الفورم نخليه مكانها ريبورت
ونفس الكلام هنا احنا عدلنا دي لا ما عدلناهاش. السيتي فورم هتبقى موجودة هنا برضو ونمسح اللي تحت ويبقى احنا كده ظبطنا الدخلات والخارجات بتاعتنا ان شاء الله تعالى تكون مظبوطة. هنقفل نحفظ الفورم دي نبدأ نشوفها. لو قلنا له طباعة اسماء المحافظات طبعا هو دلوقتي بعت على البرينتر لان في حتة المفروض ان احنا نكتبها في الكود عندنا يعني بس نفعل هنلاقي البرينتر هنا في صحاب طبعا نعمل لها كانسل. لو جينا هنا نشوف الفورم اللي بتاعت ريبورت فورم المفروض ان فتح الفورم ليها انواع هنلاقي في عندنا يفتح لنا فور بريفيو يعني يفتح لنا عشان نبص فيها ونعمل الكلام ده في كل الريبورتس. هنحفظ فور نيجي نشوف لو قلنا له طباعه اسماء المحافظات راح تفتح لي اسماء المحافظات. اقفل رجعني تاني الى الشاشه بتاعتنا طبعا عشان هي مودل هنقفل خالص البروبرتيز. طباعه اسماء المدن راح موريني ادي اسماء المدن حسب ما احنا كنا عاملينها حسب المحافظات ونقفل. لو قلنا له رجوع راح فاتح الشاشه الثانيه بس المفروض طبعا ان هو يقفل الشاشه بتاعته. يبقى دي ايه حاجه هنعوز ان احنا نظبطها مع بعض ان احنا هنيجي هنا نيجي نقول له في رجوع قبل ما يفتح الفورم الثانيه هنقول له دو كوماند دوت كلوز عشان دوت كلوز عشان يقفل. يبقى هو كده هيقفل لي الشاشه بتاعتي. تعالوا نعمل تشيك كده نشوف الكلام ده اتظبط ولا ما اتظبطش. نشوف بقى الفورمز بتاعتنا ادي بعض اسماء المحافظات زي ما قلنا جايها لي. جيت هنا قلت له رجوع راح موريني ادخال اسماء المحافظات. طبعا المفروض هنا يكون في بقى داخله للفورم الثانيه وده اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنيجي هنا ونضيف زرار يعني بدل ده ما هو خروج هنخليه طباعه تقارير وطباعة تقارير ولما ندوس عليه بقى هيفتح لنا في الايفنت بتاعنا مش هيبقى خروج بقى هيبقى زي اللي قبليه ان هو يفتح فورم والفورم دي ويقفل نفسه طبعا انه زي ما قلنا لازم يقفل والا هقف مشكلة. وهنفتح بقى الفورم اللي هي اسمها ريبورت فورم ونخليها مودل. تعال نشوف الكلام ده كده نحفظ ونشوف واضح ان خروج عايزه تكبر سنة الشاشة. طباعة التقارير جاب لي الشاشة التانية اللي فيها ارقام الهواتف. رجوع يرجعني مرة اخرى للشاشة دي. خروج يطلعني خالص برا البرنامج. واضح ان انا كده شبه عملت البرنامج الداتابيز ان شاء الله بحيث اي واحد طبعا هو هنا لما خدت كوبي بيست ما كانش خد موضوع الخروج هنقول له دو كوماند دوت كويت بحيث ان هو يخرج. طبعا قبل ما نخرج هنظبط الحته اللي احنا كنا عملناها قبل كده هنحفظ الفورم بتاعتنا ونخش على تولز ستارت اب ونقول له ان يبدا لنا بالمين فورم ويلغي الديسبلاي داتابيز ويندو. كده هنحفظ ونخرج ونفتح مرة تانية ان شاء الله يكون مظبوط.